السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، حيا الله الجميع. تجيني دائما يوميا بشكل يوميا تجيني بعض الأسئلة، فلذلك جمعتهن في ورقة وراح أجاوب عليهن كلهن جميع. هل فيه موعد معين لزراعة الفراولة وما هي الأملاح لحين القطاف؟ خل بقولكم إياه. الفراولة، الفراولة تزرع طبعا حنا في السعودية تزرع من نص تسعة ميلادي أو أول عشرة. في بعض المناطق اللي هو الباردة أبرد منا، اللي أبرد منا يزرعونه في أول تسعة، وممكن بعد على حسب الأجواء عندهم ممكن قبل تسعة يبدون الزراعة عندهم. فكل منطقة لها وقت زراعة. فمنطقتنا حنا من شهر تسعة ونص، تسعة شهر تسعة ووسط تسعة وانت طالع إلى فوق. طبعا نسبة الأملاح، أول ما تجيب الفراولة تجيبها وتحطها داخل البيبات، تخلي الماء فقط 5 أيام ماء بدون محاليل، بدون محاليل زراعية، لا إيه ولا بي، تخليه 5 أيام شغال، بس أهم شيء تضبط البي اتش على 6. بعد اليوم الخامس تحط الأملاح 400، وبعدين تقعد لك أسبوع أسبوعين تطلع به إلى 500، وبعدين 600، وبعدين تتوقف على 600. تتوقف على 600، ما تزيد الأملاح حتى يبدأ بالثمار، يبدأ بالعقد والثمار. إذا بدأت بالعقد والثمار ممكن 700 وتظل 700 حتى نهاية الموسم، أو أنك يعني تطلع إلى 800. في ناس تطلع إلى 800 ولا عندهم مشكلة، وفي ناس ما تطلع على 800، على 700 أمورهم طيبة، بس أنا أفضل 700. أنا تجربتي الموسم هذا واللي قبله 700 ما تحترق عندي الأوراق، أطلع أنا 700 تطلع تحترق عندي الأوراق، فلذلك أوقف على 700. وإذا احتجت سويت رش ورقي، إذا احتجت مثلا تزهير زيادة رشيت بعالي الفسفور، إذا حبيت أني أكبر الثمرة أرش بعالي البوتاسيوم، إذا كنت حبيت أنه يصير نماء خضري أستخدم عالي النيتروجين، بس بشرط أنه يكون العلب اللي مستخدمة دائما علب اللي ترش دائما تجي لتر واحد، وتجي إديتا، إديتا هي المخصصة للرش الورقيات، وينطبق الكلام هذا على الفراولة وعلى جميع النباتات. السؤال اللي بعده، السؤال يقول كم تكلفة المحمية أو الصوبب مع المعدات؟ في فيديو أنا عندي على القناة يشرح جميع طريقة البناء المحمية من البداية للنهاية وكم تكلفتها، ممكن الواحد يرجع له، لكن أنا بختصر لكم إياه. أنا كلفتها فوق 6000 ريال مع جميع الأشياء، جميع شيء، حتى الشتلات الصغيرة اللي كانت راكبة كانت حاسبها مع النظام، بس أنه جميع الأمدادات الكهربائية والسباكة والكهرباء أنا اللي منفذهن، بس اللهم الحدادين عملوا لي الغطاء اللي هو الحديدي وبلاستيكي اللي هو الجرم والغطاء بلاستيكي هم اللي عملوا، أما كل باقي الأشياء الموجودة أنا اللي عملتها. يعني إذا أنت بتجيب واحد من برا كهربائي بتطلع عليك نفس مساحة محميتي، راح تطلع عليك تقريبا فوق 7500 ريال. السؤال اللي بعده، واحد يسأل يقول لك، أو واحد يقول لك إن الزراعة، شاف الفيديو اللي راح إنه يقول لك إن الأملاح زادت، الأملاح نزل، الأملاح طلع، الأملاح أغمر، الأملاح. أول حاجة إن الإجراء اللي أنا سويته بتغسيل النظام من الأملاح هو من تقريبا من بداية إلى التغسيل هي 6 شهور، وأنت دائما كل شهر خذ عينة، كل شهر خذ عينة وناظر، إذا كان الأملاح زادت حط ماء، إذا كان الأملاح لا والله زيادتها قوية مرة لازم تغمر النبات على أساس أنه النبات يطلع يصير بنفس الحيوية هذه، ما فيها أي حاجة، كلها لون واحد، ما فيها لا اسوداد ولا تعفن ولا فيها أي حاجة ولا فيها نقص ولا فيها شيء، أمورك تصير طيبة. السؤال اللي بعد يقول ليش ما تجرب تضع سماد حمض لهمك؟ أنا جربت سماد حمض لهمك في النظام هذا فدمر عندي النباتات كلها، فما راح أجرب مرة ثانية نهائيا هذا الشيء. السؤال اللي بعده يقول هل زيادة الأملاح
بسببها زيادة الجذور. يعني يسأل يقول هل ترسب الأملاح عندك وش أسبابه؟ هل أسباب الجذور؟ نعم الجذور تكسو كل الدشبكات، فما يكون يستطيع أن يخرج الأملاح، تخرج الماء لكن الأملاح تترسب، اللي هو الأسمدة تترسب في الدشبكات تحت، فيصير عندك مشكلة. وإنها وكذلك بعد اللي سبب عائق له إن النظام الكوع إنه في طلوع 5 سنتي وبعدين خروجه، وهذا السبب اللي يخليه يجلس بهذه الطريقة. السؤال اللي بعده، ما هي أجهزة القياس المستخدمة لديكم؟ طبعا أنا أستخدم 3 أجهزة عندي. عندي جهاز واحد 3x1 اللي هو هذا، عندي هذا الجهاز يقيس، هذا الجهاز يقيس نسبة البي بي ام اللي هو تي دي اس، ويقيس البي اتش، ويقيس درجة حرارة المحلول أو درجة حرارة الماء. هذا يقيس الأملاح اللي هو التي دي اس، وهذا يقيس البي اتش. هذه الأجهزة عندي أستخدمهن باستمرار، إذا حسيت فيهم شيء أخذهم وأروح للمحاليل الموجودة عندي. عندي محاليل موجودة جاية مع نفس الأجهزة دي اللي هو البي اتش واللي هو الجهاز البي اتش، واضبطوا عليهن اللي هو 4.1 و 6.86، أضبط البي اتش. بعد ما خلص أضبط البي اتش أجيب ماء هنا وأضبط نسبة التي دي اس على الأجهزة ده. ماء نقي مضبوط نسبة اللي هو التي دي اس حقه. السؤال اللي بعده، هل الكوب ملامس للماء؟ جاوبنا عليه. لماذا لا تشرح وأنت تركب الأنظمة؟ يعني واحد يسأل يقولك هذا النظام أنت شرحته شرح كامل، طيب ليش ما علمتنا كيف يتركب ويتخرب؟ يعني قصده أني أنا أخرم بدريل ولحم وركب الدشت باكت وركب. طبعا انا ما احب الفوضى ودرير وصواريخ وماكينة الحام ومنظر مو جميل، لا انا احب الاناقة. شوف الحين لو تلاحظ الحين عندي داخل المحمية يوميا بشكل يومي انظف، ما احب لو عندي زهرة طايحة هناك ضغط صدري رحت واخذتها وطلعتها برا، احب دائما النظافة، ولا احب اني اكون اركب الشيء قدام يعني فيديو اصوره وانزله على اليوتيوب، لا ما احب. فيه الفتره بعد تقريبا 2 شهر الى 3 شهور الى 4 شهور راح اسوي تحسينات على المحميه، وما ادري انا اقدر انزل الفوضى ولا لا، لكن ان شاء الله يصير خير ان شاء الله. السؤال اللي بعده، ما هو الماده التي تخفض البي اتش؟ قبل فترة أنا سجلت فيديو وأخذت الحامض الفسفوريك وأضفته داخل الخزان، فيسأل يقول وش المادة اللي أنت استخدمتها؟ هذه خافض البي اتش، هذه حمض الفسفوريك، وهو أفضل حمض لتخفيض البي اتش. طريقة تلقيح زهور الفراولة، طريقة الزهور الفراولة أنا عندي طريقتي بهذا الشكل، هذه طريقة الزهور عندي، هذه أضربها هز كذا لأن هي خنثة، والخنثة موجود فيها حبيبات اللقاح الذكرية والأنثوية، بس مجرد ما تهزها بالشكل هذا راح تتلقح معك. السؤال اللي بعده، هل أقدر أزرع الخس بهذا الشهر؟ خل أتكلم عن الخس، كثير من الناس وده يزرع ما وده توقف، وأنا واحد منكم، لكن خل أشرح لكم. أول شيء خل نظام الخس يكون قدام خلايا التبريد، وبعدين خلوه تظلل، حاول قدر المستطاع أنك تظلل اللي هو الخس، تظلله في عازل أو في ركلين الأخضر هذا نسبته 60%، وحاول قدر المستطاع أن درجة الحرارة لا تعدى 22 مئوية، على أساس أنك يعني أنت وفرت كل الأجواء المناسبة للخس. إن شاء الله بإذن الله راح يستمر معك الخس ولن يتوقف، بس أهم شيء أنه يكون قدام خلايا التبريد. السؤال الأخير، واحد يسأل يقول لك أني الطماط يقول أني أسوي له ترقيد فينكسر عندي الساق، ما الحل؟ طبعا دائما حاول قدر المستطاع، إذا كنت بترقد دائما حاول قدر المستطاع أنك تصير الصباح، يعني من تقريبا من المغرب
الى من بكره الصباح. حاول قدر المستطاع انه بالنهار ما تسوي، لانه بالنهار يصير قاسي، اي انثناء راح يكسره. حاجه الاخيره، اذا كان مثلا الساق، مثلا الساق رايح على اليسار، حاول قدر المستطاع انك تراقده بالجهه، تروح بالجهه اليسار، ما تعكس دورته. يعني اذا كان هو رايح بالشكل هذا رايح يمين، تروح تجيبه يسار راح اكيد بينكسر. لكن خلاص اوريكم واحده عندي انكسرت وجبرتها وماشي اموره مضبوطه. شوفوا هذه منكسره، شفتوها كسرت وجبرتها، وشوفوا خلينا نلحقها ونشوف ساقه وكيف انتاجها. هذه ماشيه من هنا وطالعه كذا وماشيه، وشوف انتاجها، هذا انتاجها، شفت انتاجها، هذا انتاجها 4 حبات، وهذه 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 هي. شوف هذه نهايتها، ماشي اموره. نبي نوريكم عاد الموجود، هذا عندنا الفلفل الرومي لون البرتقالي، وهناك لون البرتقالي بانتظار الاحمر وبانتظار الاصفر. وهنا انتاج الفلفل، هذا اعتقد انه الفلفل الهندي، هذا بدأ بالألوان، شلت الأوراق اللي تحت وبدأت بالألوان الأحمر.